ايه ازيكم يا شباب، معكم حلقة جديدة مع ايسي تيوب جيمنج. النهاردة هنلعب اللعبة الخطيرة كلاش اوف كلان زي ما انتم شايفين. وطبعا اجمع شوية الجولد ده، جمع يا ايسي والالكزارات. تمام، زي ما انتم شايفين الحمد لله طورت القرية، خليتها قرية الحمد لله كويسة، والمدافع وكل حاجة وصلت للماكس زي ما انتم شايفين يا شباب. ولسه انا دلوقتي بطور في البيت، هو دلوقتي داخل على المستوى الخامس، جمع دي كمان. وحضرت الجيش بتاعي عشان هبتدي اعمل هجوم، لان لو بصيت تحت على الهجوم على ايدك الشمال تحت هتلاقي اخد 3 نجوم، فانا ناقصني نجمتين عشان اعرف اجمع جولد والكزرات، لان كل 15 ساعه او 10 ساعات اعتقد يبقى ليك هجوم يعني تقدر تهجم فيه، بتاخد فيه الجايزه دي وبتتحط في خزينه القبيله وبعد كده تسحبهم ويبقى يعتبر جولد ليك وبتاع. والحمد لله ظبطت برضو الجدار، وصلته لاعلى مستوى اللي هو المستوى الرابع، والحمد لله اعتبر كده انا مامن القريه بتاعتي. فانت برضو قول لي رايك، يعني التامين بتاعك كويس ولا عك ولا ايه النظام؟ عشان برضو اعتبر دلوقتي بقيت متوسط، كنت الاول بقى ميح خالص لان كنت نسيت الجيم. هنحاول طبعا نخش هجوم عشان انا الدرع بتاعي فوق قرب يخلص، ناقصه 3 دقايق، فكده كده حد هيهجم عليا، فانا ههجم واضيع الدرع وكل سنه وانت طيب. وفي نفس الوقت اشوف اي حد نوب بهجم عليه عشان اجمع النجمتين دول او اكتر. ويلا بقى، انا طبعا محضر عندي جيش بالهبل، هشوف اي واحد لسه جديد. طبعا هنزل كله زي ما انتم شايفين الجنود اهم، وعندي برضو دعم من الكلان اهو. معايا اللي هو اسمه ده اللي هو ايه يا ربي، العملاق ده، معايا العملاق، معايا منه المستوى السابع، فان شاء الله هخش، بس مش هخش على واحد تقيل او هخش على واحد تعبان علشان اعرف اجمع النجمتين وهاخد الجولد. يلا ايزي سوي هجمه يا بطل. حاضر يا وحش، خش بقى هجوم، نعمل البحث عن ضحية. يا رب يكون واحد نوب. ايه الكلام ده يا شباب؟ هو بص لو الكلام بتاعه مظبط ماشي نخش عليه. بسم الله نخش عليه منين؟ استنى اشوف واحد تاني برضه عشان شكله ايه؟ الواحد مقلق. ايه اللي انت مهببه ده يا عم؟ ده شكله سهل. ايوخ، بس ممكن برضه اجيبه. يلا نخش على التيل يا بطل، نشوف برضو الاشكال عاملة ازاي. اوبا، ده نوب خالص يا قلبي، ده ما نوب زيك يا ايسي. اه والله ده ينفع ده. بص ايه ده، كل دي ناس ميتة، كل دي جثث. انا عايز اخش على ورا ده عشان عايز اجيب اعلى حاجة من النجوم يا شباب. يا عم نزل يا عم وخلصنا، انت هتوجع لنا دماغنا. اه والله يلا ننزل واحد كده، معلش انا اخد واحد نوب عشان عايز اجمع بس النجوم مش اكتر. نزل يا ولا، شوف ده هيدعس ولا لا. خلص يا عم. لا تمام، امان، نزل يا حماده. يلا اضرب يا حماده، هي فجروا بقى انفجارات يا شباب، احلى انفجارات. ايوه يلا كمل جميلك يلا. ايوه كده 10 على 10. نزل تاني يا وحش. وي هنعمل ايه يا ربي؟ هننزل شويه هنا وشويه هنا وشويه هنا، وبعد كده هننزل يا شباب شوية هنا وشوية هنا وشوية هنا. تمام كده 10 على 10. هننزلهم برضو ورا عشان ينجز الموضوع ويدخلهم، وننزل حبة هنا كمان، يبقى دعس دعس وتفحيط يا شباب. ايوه لولا الانفجارات ده مظبطنا. انا كده فحطت على ولا كده خلصت عليه اعتقد، ده ناقص حاجات بسيطة. ماشي ماشي، شغال شغال شغال، احلى دعس يا شباب اعتقد كده صح؟ الله عليك يا ايسي، اي خدمة حماد. يلا باشا انا اجمع النجوم كلها، ولا انا مش هاخد حاجة، هاخد زبادي في الاخر. رائع، شكرا ليك يا بطل، ان شاء الله نجيب في الاول. يلا يا ابني اعملها بقى، انجز، ناقص لك اخر واحدة دي. انجز قبل ما يموت الجنود يا ابني، ما تجننيش، مش عايز انزل انا من بتوع الكلان. يا جدع خش يا جدع. لا انزل، ماشي هتنزلهم كلهم عشان المدفع المعفن ده. ايوخ نزل يا ايسي، معلش هنعمل ايه، نزلوا متأخرين بس ماشي. يلا خليكوا بقى صدوا، كنت عايز انزل واحد بس نزلتهم. اخ مش مشكله، اخد دعم تاني عشان نخلص المدفع ده عشان ما يموتليش الجنود بتاعي، وانجز واخد الثلاث نجوم او النجمتين عشان انجز يا شباب. ماشي ماشي، انجاز يا بطل. الله عليك يا ايسي، ولا حاطط فخاخ ولا بطيخ ولا طماطم حتى. يلا تمام، عايزين بقى النجمه الثالثه علشان اخد بقى ايه، اجمع الجولد. الله عليك يا ايسي يا عم، انت ربي يا عم، في حد يهجم كده يا عم؟ على قدنا يا عم، لسه صغننين. طبعا السكور اي كلام اللي هاخده، بس انا بفكر بس في النجوم يا شباب. يلا بقى جمع النجمه الاخيره، الله عليك يا وحش.
انتصار يا شباب. او ده ارجع بقى المفروض يديني جايزه كل هيديني على دماغي. اوبا هي يا شباب اخدت الجايزه، اخدت المكافاه يا شباب، مكافاه النجوم. بحسب هاخد على دماغي. المهم خش حسنا يا بطل، هتخش في القبيله هنا، هتخش على الخزينه. اهو الحاجه يا شباب زي ما انتم شايفين رقم محترم، والواحد برضو معاه شويه جولد فوق والكزرات تعرف تخليه يقف على رجله كده. وطبعا لو بصيت على كلمه الهجوم دي لو لازم انزل شويه جنود، لو انت بصيت عليها هلاقي كاتب لك وقت اللي انت مش هتقدر تهجم غير بعد وقت معين عشان تقدر تاخد جولد والكزرات تاني. فانا مش ههجم بقى، كده كده الدرع بتاعي ضاع وعندي حراسه بسيطه. فلو عجبك الفيديو ولو عجبك الكلاش اوف كلان ما تنساش تعمل شير لايك سبسكرايب. اشوفكم المره الجايه مع فيديو جديد مع ايسي تيوب جيمنج. يلا سلام.